بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم جينا في منطقة اسمها رواد. هذه قلعة، قلعة رواد. قلعة رواد هذه من تاريخ القديم، طبعا من آثار القديمة، من تواريخ القديمة، من حق السلطان. حنشوف ايش فيها التاريخ وحنشوف من الداخل بإذن الله تعالى، راح اعطيكم التفاصيل. فضلوا معي. طبعا زي ما قلنا من هنا بداية، هذه هي قلعة رواد من احدى التواريخ القديمة، هذه في جي تي رود. طبعا هذه هي البوابة، قلعة ما شاء الله قديمة. شوف هذه هي المكتوب عنها التاريخ، ونقول بسم الله. هذه هي القلعة. طبعا هذه من احدى القصور الملكية القديمة. طبعا هذه هي المقبرة اللي صاحب القلعة، اللي كان السلطان هنا متوفي هنا الله يرحمه. شوف هذه هي الروات اللي يقولوا القلعة من احدى التواريخ القديمة. راح اعطيكم التفاصيل، بشوف التفاصيل عنها بإذن الله تعالى. طبعا هذه مقبرة السلطان اللي كان الرئيس هنا، هذا اسمه سلطان سارنج خان. فهذه هي تاريخ حق المقبرة. طبعا احدى القبور موجودة هنا من تواريخ القديمة اللي في عهد السلطان القديم التاريخ. طبعا هنا يقولوا كان مكان المصلى. طبعا هنا كان يقولوا السلطان مكان الحكام هنا في هذه القلعة. هذا المدخل حقه من احدى التواريخ القديمة. الله أكبر الله. طبعا زي ما قلنا هنا كان مكان المصلى، وهنا مكان الوضوء في نفس القلعة هذه. طبعا هذه هي القلعة. طبعا فوق البوابة كان يطلعون الجيش، كان يحرسون القلعة. كان الجيش كان يطلعون من هنا. هذا السلم طلعنا فوق الآن. هنا المكان الجيش اللي كان يحرسون الحكام. هذه هي قلعة باينة كاملة. كان يحرسون هنا الجيش وطالعون من هنا، طالعون المدينة كاملة. احدى الغرف القاعة هذه، الغرف الصغيرة. هذه ممكن كانت سجون الله أعلم. طبعا هذه كلها عبارة عن غرف. هذه كلها نظام الغرف تقريبا، واحد غرف هذه. طبعا هذه هي الغرف. شوف بين الغرفتين هذه غرف صغيرة. هذه من احدى التواريخ القديمة. بعدين ما شاء الله تبارك الله، شوف الطوب اللي مسويه من الحجارة القديمة ما زالت كم سنين، يقارب فوق 100 سنين تقريبا الله أعلم، فوق 100 سنة ما زال الأثار موجودة.
الله أكبر. طبعا هذه هي البوابة الرئيسية، حتى الحكام كانوا يحرسون البوابة، كانوا يطلعون من هنا السلم. هذه هي قلعة روات، إحدى التواريخ القديمة. طبعا هنا التاريخ كل شيء تفصيل مكتوب. بالأردو بالإنجليزي.